فيلم قتل صنعه عشان يصوروه وبعدها حقق أرباح حوالي ربع مليار دولار. هنحكي عن قصة ثلاث طلاب سينمائيين قرروا يروحوا غابة في ماريلاند في أمريكا، مشهورة بأن ساكنة فيها ساحرة اسمها بلير بتخطف الأطفال وتعذبهم وتموتهم، وأن اللي بيدخل الغابة ما بيطلعش منها، لدرجة أن السكان المحليين بيخافوا يدخلوها ولا حتى يقربوا من المكان. وما دخلوا الغابة شافوا وسمعوا حاجات كانوا مفكرينها بتحصل في أفلام الرعب بس، وعاشوا مأساة واللي اتبقى من مغامرتهم الكاميرات بس. تعالوا نعرف ايه الحكاية، بس قبل ما نبدأ لو انت اول مرة بتشوفنا انزل اشترك بسرعة في القناة وفعل الجرس عشان توصلك حكايتنا اول بأول، وهدي الاضاءة وعلي الصوت. يلا نبدأ حكايتنا. الحكاية بدأت لما ثلاث طلاب اسمهم هيذر وجوش ومايك، وهم طلاب سينمائيين كانوا عايزين يعملوا فيلم تسجيلي عن الغابة المسكونة بالساحرة بلير، واللي كل السكان المحليين بيحكوا ويضحكوا عن المواقف اللي حصلت، واللي بقوا يعتبروها منطقة محظورة وممنوع دخولها، ولو دخلت فهيبقى على مسؤوليتك لأن وارد جدا ما تخرجش. الطلاب اتحمسوا جدا لفكرة الرعب والغموض حوالين القصص المتداولة عن المكان، فرحوا بكاميراتهم المدينة اللي بتطل على الغابة وبدأوا يصوروا مع السكان المحليين ويسمعوا القصص اللي بيحكوها عن الغابة. We're doing a documentary about the Blair Witch. Oh, have you heard of the Blair Witch? Oh yeah, that's an old story. You've heard of the Blair Witch? Several times. Several. Yeah, it's a story my grandmother used to tell us all. Makes us go to bed early. Really? Young kids started to disappear and nobody knew anything about why they were disappearing. وقابلوا بنت بتقول إن هي شافت الساحرة قبل كده ونجت بأعجوبة، وإنها لما راحت مع والدها يصطاد في الغابة مرة واحدة شافت ست لابسة أسود بتبص عليهم، ولما قربت منها اكتشفت إن الأسود ده شعر طويل، والساحرة بقت بتبص لها قوي، ولسه هتقرب منها جرت على باباها وبقت تحكيله، لكن هو عمره ما صدقها. And she scared you, she threatened you. وبعد ما خلصوا الطلاب المقابلات مع السكان نزلوا في فندق صغير عشان تاني يوم الصبح يبدأوا رحلتهم في الغابة، وتاني يوم أخدوا شنط الظهر فيها كل الأكل والهدوم والخيم والكشافات وكل المستلزمات اللي هيحتاجوها طول رحلتهم، وطول ما هم ماشيين بقوا بيصوروا لحد ما الليل جه وخيموا أول مرة في الغابة، والليلة كانت عادية جدا. وتاني يوم صحوا لقوا جثة حيوان صغير ميت جنبهم، بس ما شغلوش بالهم، عادي دي غابة وده وارد يحصل، وقاموا يكملوا في سكتهم، والبنت هي اللي كانت بتقودهم من خلال خريطة معاها، وبقوا طول ما هم ماشيين بيلفوا في زي دوائر. مايك بدأ يتخانق مع هيذر عشان هي توهتهم وضاعوا في الغابة. بس جوش تدخل وحاول يحل الخلاف، وهيذر كانت مصممة انهم ماشيين صح، ففي الاخر قرروا انهم يمشوا في خط مستقيم عشان يحاولوا يلاقوا اي مكان شبه الخريطة. وهم ماشيين لقوا تلات اكوام من الصخور مرصوصة فوق بعضها. فرجحوا ان دي ممكن تكون قبور بقالها سنين وكانت خلاص الدنيا ضلمة، فقرروا يخيموا جنب القبور. وعشان الفيلم اللي كانوا بيصوروه قرروا انهم يصوروا القبور بضوء الكشاف، فمايك خبط في صخور قبر منهم وقعوا كلهم على الارض. هيذر خافت وراحت ترص الصخور تاني فوق بعضها، وفي نفس اللحظة سمعت صوت جاي من وراهم، فهيذر قامت وقعدت تنده احنا هنا احنا هنا، بس محدش رد. طلبت من مايك يجي معاها عشان يروحوا يشوفوا الصوت، بس رفض تماما وهي خافت كمان تروح لوحدها، ودخلوا يناموا. وصحوا تاني يوم والدنيا كانت بتشتي جامد جدا، ومايك بقى عمال يزعق ويقول لهم انا اللي هقودكم عشان نطلع من هنا. ما لحقوش شوية والدنيا ضلمت على طول، بقوا عمالين يسمعوا أصوات غريبة في الغابة، وبدأ الخوف يسيطر عليهم، خصوصا كمان إن الكشافات بتاعتهم بدأت بطارياتها تفضل والدنيا ضلمة جدا. فخيموا، ولما الصبح طلع اكتشفوا الكارثة، إنهم مخيمين عند القبور التلاتة تاني. إزاي وهم مشوا امبارح مسافة كبيرة جدا؟ بقوا هيتجننوا وبقوا حاسين إنهم محبوسين في حلقات وإنهم بيلفوا حوالين نفسهم.
والمصيبة التانية إن الخريطة اختفت، وبدأت هيذر تتهم مايك إن هو سرقها، وساعتها مايك بدأ يضحك ويقول أيوة أخدتها ورميتها في النهر عشان ملهاش لازمة، وقعدوا يتخانقوا مع بعض. هيذر اتعصبت ومشيت بعيد عنهم، وهي ماشية لقيت على الشجر فيه زي خيوط رفيعة متعلق عليها هياكل خشب معمولة بطريقة معينة في كذا حتة وكأنها تعويذة سحرية. بدأت تنادي على زمايلها يجيبوا الكاميرا وصورت كل ده، وبقوا يصرخوا يمكن حد يسمعهم ويخرجوا من الغابة، بس بدون أي فايدة. وخيموا في مكانهم، وهم جوه الخيمة بدأوا يحسوا بحركة بره، بصوا لقوا في أطفال بيتحركوا ما بين الشجر. طبعا اترعبوا، ومرة واحدة الأطفال دول بقوا بيجروا بسرعة كأنهم بيهربوا من حاجة. خرجوا هما كمان من الخيمة وسابوا كل حاجة، ما خدوش إلا الكاميرات، بقوا بيجروا في خط مستقيم لحد ما تعبوا. ومرة واحدة بقوا بيسمعوا الأطفال بيصرخوا صراخ هستيري من رعبهم، فضلوا قاعدين جنب بعض لحد ما الصبح طلع عليهم، ورجعوا تاني مكان الخيمة عشان يلاقوا إن أغلب حاجتهم اختفت حتى الأكل والمية، فأخدوا بقية الحاجة وتحركوا. ولما الليل جه اضطروا يخيموا تاني، ولما الصبح طلع ملقوش جوش اختفى، قعدوا يندهوا عليه لكن ملوش أي أثر، حتى حاجته وشنطته ما أخدهاش معاه، ولقوا مكان النار اللي كانوا مولعينها وماشى شكلها غريب. فتحوها لقوا جواها أسنان ودم وحتة لحم. هيذر بقت بتصرخ من هول المنظر، وفي وسط انهيارها سمعوا صوت حد من بعيد. جرت هي ومايك في اتجاه الصوت، وكان فاضل وقت قصير على الليل. وهم ماشيين لقوا بيت مكون من دورين مهجور، ففكروا انه ممكن يكون جوش جوه، ودخلوا بالفعل البيت عشان يدوروا على صاحبهم. ولما طلعوا الدور التاني سمعوا صوت حركة في الدور اللي تحت، وهم نازلين سمعوا صوت صرخة مرعبة. ولما نزلوا لقوا شخص واقف قدامهم، جسمه جسم جوش لكن عينيه غريبة وبيبصلهم بكل شر. هيذر بدأت تصرخ وتتراجع وترجع لورا لحد ما وقعت على الأرض والكاميرا فصلت. بعد سنة من الأحداث انتشرت المقاطع دي تحت اسم فيلم The Blair Witch Project، وحقق نجاح كبير جدا لدرجة وصلت إيراداته 242 مليون دولار، وتأثروا المشاهدين جدا لدرجة بقوا بيبعتوا برقيات تعازي لأهالي الولاد اللي توفوا، واكتشفوا إن كل ده كانت أكذوبة سينمائية وإن الأولاد دول عايشين عادي، وقدروا يعملوا الفيلم ده من أوله لآخره بتكلفة 22,000 دولار، ولموا قصادها الملايين دي كلها. ومن القصة دي نتعلم إن مش كل حاجة بنسمعها ونشوفها نصدقها ونتعامل معاها على إنها واقع مسلم بيه. بس كده، دي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم الحكاية ياريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم. كانت معاكم تيا، استنونا في حلقة جديدة من حكاية نص الليل. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.